جيبوا منا ولا من فرنسا ولا من كندا ولا يحبوا بلادهم. شكون اللي ما يحبش بلاده؟ الله يعيشك. شوف لي كاس واحد اللي ما يحبش بلاده دوك ولا ولا هما سي سير. يقول لك نجيب انا واحد يجي من ايترونجي ويكون يلعب في الشامبيون ايترونجي ويجي لالجيري ما عندوش النيفو باش يلعب عليك. صحيح. القرار طبعا صدر من الفاف سيد البحزياني في بيان، هل كان من الضروري في رايك نديروا هذا القرار في هذا التوقيت بالذات؟ ايها جيب لما تديرها سيب باينه وعلى على حتى تديرها ما ديرهاش حاكم واش دير هيا راه ما عندك ما دير يا سيليكسيونور يبغى ولا مليح يجيبو ماشي مليح ما غالب يروح ومازال صغير مازال هكذا يدير لي ميور هي ليكيب ناسيونال رانا كان جزائريين وكان ضربوا على كان حبوا على على ايكيب وحده على الجيري تجي موراه ولا من عنابه ولا من بجايه ولا من تحب كيف. سيد البحزياني ربما تشكيك في حب المغتربين للمنتخب او ربما عدم قبول مباشره، ما رايك؟ انا والله اش بدي غنشوف والله يا حكيم انا نعرفهم قاعدين جن هنا قاعد يحبوا الجزائر كيف يحبوها في البلاد كيف كيف ابخي انا اليوم جو بونس كيكون ان سيليكسيونير هو سيليكسيوني بالراس يشوف اللي على بالو عنده لي كاباسيتي يلعب او مرحبا به اللي ما عندوش يخدم بالك غدوه يكون عنده وهي رايحه انت ما في الجزائر هيا روح نهضروا على الجزائر احنا قالك وين في الجزائر حلوا قلبوا عن بالك وين على بالنا واش عندك صحيح هذا ما قلته نعم خصني مو جو بونس مو جو بونس هادو كاس زياده راهم يديروا غير في اللغه الكوريا هي لا ان الجيريان صارت ان الجيريان كيلك سوا مين يجي ابخي سيو سيليكسيونور ديسيدي نعم هو سعطي سيد البحزياني انت من بين الناس الذين ساهمت طبعا في نجاح المنتخب سابقا بالتواصل مع اللاعبين المغتربين واعطيت كثيرا للمنتخب بدليل حتى انه حتى اللاعبين كانوا يجوهم فرحانين للمنتخب لا احنا مدينا الحمد لله ونحبوا بلادنا نحبوا الوطن تاعنا شكون اللي ما يحبش بلاده راهي بلادك وش بيك الناس ماتوا عليها انا بابا خدم عليها جدي كاع الاخر واش بلادنا كيما كاع الناس الواحد كاش واحد ما يحبش يماه وباباه راح يكون تغييرات في اللاعبين راح يكون تغييرات في اللاعبين راح يكون تغييرات في اللاعبين يكونوا تغييرات في كل المنظومه نتاع الفريق الوطني والمحيط نتاع الفريق الوطني ونعاودوا كما نقولوا احنا نمدوا كل واحد المهمه نتاعو نوضحوهم نوضحوا كل مهمه ونبدلوا بعض الناس اللي راهم في المنظومه وقلنا لهم باللي لازمهم يخموا بان هذا التاريخ 5 سبتمبر هو بدايه الثوره اللي لازمها تكون في المنتخب الوطني تعيين مدرب اسباني نكرة اسمه الكرة وتم الاستفراد بالرأي على كل حال وفرض هذا المدرب تم التواصل معي للحديث مع جمال لأن جمال عندي علاقة طيبة به كجمال بالماضي لن أنحني ونصير نيميرو دو في 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 المنتخب لمدرب مش معروف أصلا فراح مشى الكراز بعد نتائج كارثية ورغم ذلك كان إصرار على عدم استدعاء بالماضي خير الدين زتشي أبدى تمسكه ببقاء المدرب الإسباني لوكاس الكاراز في قيادة العروضة الفنية للمنتخب الوطني مؤكدا أنه لم يندم إطلاقا على اختياره أولا قبل كل شيء نحييه ونبارك له على الفوز بالانتخابات الرئاسية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأنا شخصيا نساند هذا الرجل في البرنامج اللي قدمه لحد الآن لأنه برنامج طموح وإن شاء الله الله تعالى يوفقه إن شاء الله في عمله لأن سي تنوم أونيت فوز سيد زيتشي هذا فوز إيجابي بالنسبة له وبالنسبة أيضا للكرة الجزائرية الحمد لله مطمئنين سيد رابح ماجر هو الناخب الوطني مع الطاقم نتاعه الطاقم الفني واللي على رأسهم سيد رابح ماجر عندهم كل الثقة تاع الاتحادية نخليه والطاقم الفني يعمل في هدوء صرحت في الجرائد على كونفيرونس بريس لما كنت مدرب الفريق الوطني قلت انا هدفي ان شاء الله نروح الى مصر لكي نفوز بكاس كذا هذه الكلمه خلعت هاد الناس هذو اللي عندهم مصالح لان مصالح تاعهم وهو
سجل رابح ماجر مع المنتخب الوطني الجزائري. لم أوعد أي جزائري على الفوز بكأس إفريقيا. لم أوعد أي جزائري على الفوز بكأس إفريقيا. قلنا عندنا تصفيات إن شاء الله في الأيام المقبلة، إن شاء الله نعمل كل مجهودنا لكي نتأهل إلى نهاية كأس إفريقيا. وأما بالنسبة للبروفيل، أنا قلت لكم لازم يكون انترينور عنده تجربة في إفريقيا، تجربة في إفريقيا. سيد ألي لوزيتش في القائمة، في القائمة. كان إصرار على عدم استدعاء بالماضي، كان إصرار على عدم استدعاء بالماضي، وجابوا رابح ماجر. ولا واحد يقدر يقول اليوم انه يكذبني، لانني المعلومات مش معلومات اللي عندي، حقائق اللي عندي. جمال بالماضي ما جابوا ولا واحد، ما جابوا ولا واحد. مباراة كوت ديفوار عارفين بلي ماشيين ساعة واربعين دقيقة بس، عارفين بلي نمشيو على الساعة ثلاثة في القيلولة، عارفين بلي مباراة الساعة ستة في سويس، مباراة كوت ديفوار عارفين بلي ماشيين ساعة واربعين دقيقة بس، عارفين بلي نمشيو على الساعة ثلاثة في القيلولة، عارفين بلي مباراة الساعة ستة في سويس، كيف ترى رقم واحد؟ كيف ترى رقم واحد؟ شوف كان ديكلاراسيون تاع بالعمري تاع يوسف بلالي، شوف اللاعبين هذو جاي وقتهم استضيفوهم ويهضروا لك الحقيقة. شوف المدرب آمن بهم والرئيس تانيك آمن بهم أكد خير الدين الزتشي عدم السماح لثنائي بالليلي ومرزوقي المعاقبين بالمنع من خوض أي نشاط رياضي لأربع سنوات. إلا أن انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين قطع الشك باليقين، وأكد أن الرجل الأول على رأس الكرة الجزائرية لا ينوي العفو عن اللاعبين المعاقبين في صورة بالليلي ومرزوقي وغيرهما. الفيديو يبرز زتشي وهو يخاطب بعض اللاعبين الصغار ممن ترجوه كي يعفو عن بالليلي ومرزوقي، حيث مرر لهم رسالة واضحة وهي أنه لا يتلاعب في مثل هذه الأمور، وأنه لن يعفو على أي كان من تناولوا مواد محظورة.